آباء وأمهات تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة. لا تنسوا الدخول على القناة، الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. استعمال الحجة لإقناع الزملاء، استعمل الحجة، استعمل الأدلة لأقنع زملائي، صحيح. استعمال العنف اللفظي أثناء المناقشة، خطأ، لا يجب استعمال العنف اللفظي. رفع الصوت كذلك، لا يجب رفع الصوت والأيدي أثناء الحديث، خطأ. البعد عن التعصب، التعصب صف خاطئ، ابتعد عنه، صحيح. حسن الإصغاء للمتحدث، صحيح. استعمال الحجة لإقناع الزملاء، لا يجب استعمال العنف، استعمال العنف اللفظي أثناء المناقشة، خطأ. كذلك لا يجب رفع الصوت، رفع الصوت في الأيدي، خطأ أثناء الحديث. البعد عن التعصب والرأي من الأعضاء وحسن الإصغاء للمتحدث، عبارتان صحيحتان. التمرين الثاني، ضع كل كلمة في مكانها المناسب. نتيجة، الجميع، حديث، الأغلبية، شخصين، المحبة، التعايش، النضال. تعريف الحوار، الحوار حديث يدور بين شخصين. أو أكثر، بهدف الوصول إلى نتيجة. يتفق عليها الجميع. أو تقبلها الأغلبية. تعريف الحوار، حوار حديث يدور بين الشخصين أو أكثر بهدف الوصول إلى نتيجة، يتفق عليها الجميع أو تقبلها الأغلبية. إما يتفق عليها الجميع أو تقبلها الأغلبية. بالحوار يسود النظام. وتنتشر المحبة. ويمكننا التعايش. في مودة وسلام. بالحوار يسود النظام وتنتشر المحبة. ويمكننا التعايش في مودة وسلام. التمرين الثالث، اربط بسهم بين كل عبارة وما يناسبه. المسلم من سلم الناس، التمييز العنصري هو، حد الخلافات يكون، العنف اللفظي يكون، من آداب الحوار استخدام، بالسب والشتم والسخرية، الألفاظ الحسنة، تفضيل شخص على آخر أو عدم المساواة بينهما، بنبذ العنف واستعمال أساليب التفاهم، من لسانه ويده. إذا نربط، المسلم من سلم الناس، من لسانه ويده. التمييز العنصري، تعريف التمييز العنصري هو تفضيل شخص على آخر أو عدم المساواة بينهم. تعريف التمييز. حل الخلافات كيف يكون؟ بنبذ العنف واستعمال أساليب التفاهم. العنف اللفظي يكون بالسب والشتم والسخرية. من آداب الحوار استخدام الألفاظ الحسنة. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. التمييز العنصري هو تفضيل شخص على آخر أو عدم المساواة بينهما. حل الخلافات يكون بنبذ العنف واستعمال أساليب التفاهم. العنف اللفظي يكون بالسب والشتم والسخرية. من بين آداب الحوار استخدام الألفاظ الحسنة. الوضعية الإجماشية، صنف أنواع العنف حسب الجدول التالي: الضرب، الشتم، السخرية، السرقة، تكسير أملاك الغير، السب، الاحتقار، الإصابة بجروح في الجسم.
العنف اللفظي يكون باللسان ولا العنف المعدي يكون باليد أو بشيء آخر. المهم العنف اللفظي يكون باللسان. الضرب عنف مادي. الشتم عنف لفظي يكون باللسان الشتم. السخرية كذلك عنف لفظي. السرقة عنف مادي. تكسير أملاك الغير عنف مادي. السب يكون باللسان عنف لفظي. الاحتقار كذلك عنف لفظي. الإصابة بجروح في الجسم لما أصيب شخص بجروح في جسمه هو عنف مادي. إذا من بين أنواع العنف اللفظي الشتم، السخرية، السب والاحتقار. العنف المادي الضرب، السرقة، تكسير أملاك الغير، إصابة بجروح في الجسم. لا تنسوا ضغط الإعجاب على الفيديو وإلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم.